بدأت الاحتفالات في أرجاء مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية بيوم الرابع من تموز يوليو، وهو يوم استقلال أمريكا 239. وفي مدينة فيلادلفيا العاصمة القديمة نظمت العروض السبت أمام المبنى الذي وقع فيه إعلان الاستقلال. المئات من الناس خرجوا في مسيرات تخللتها عروض للموسيقى الوطنية وفعاليات أخرى. وشاركت في احتفالات الاستقلال الأمريكي سفينة حربية فرنسية تحاكي السفينة الأصلية التي حملت الماركيز دي لافايت الذي ساعد المستعمرين الأمريكيين في حرب الاستقلال عندما عبرت السفينة المحيط الأطلسي في العام 1780 وساعدت الأمريكيين ضد حكم الإمبراطورية البريطانية. وفي واشنطن أطلق مئات الآلاف من الألعاب النارية من محيط مبنى الأوبرا غرب العاصمة